قفشات ضاحكة عفوية متكتكة، قفشات ضاحكة عفوية متكتكة، والأحلى ردة فعلك عصبية رومانتيكا. يسعد مساكن باسمي وباسم فريق شوفي ما في، برحب بالجمهور الموجود معنا بالصالة وبرحب كمان بالمشاهدين اللي عم بيتابعونا ببيوتهم. زياد اشتغل بمطعم وكان كتير حريص على راحة الزباين، بس راحة الزباين ما بدها كل الاهتمام، خاصة إذا كنا منعرف كيف بيكون اهتمامه. مساء الخير. هي ضيافتي المحل. خليني اياه. انا عندي دي اسمها صحة وهنا. صحة وهنا. لا شكرا. هلا بس لحظة. صحة وهنا. مع قلبك خليك. واحدة مش مخلصة في الشغل خلاص. صحة وهنا. رحت جاي عاملة ايه حطلها؟ صحة وهنا. لا لا شكرا. لا لا شكرا. لا لا شكرا. لا شكرا. شكرا. صحة وهنا. صحة وهنا أستاذ. صحة وهنا. أي خدمة؟ يخليك ممنونة. صحة وهنا أستاذ. عقلبك. شكرا.
صحة وهنا. صحة وهنا. أستاذ عم بعطي زراف. صحة وهنا. وسهلا. صحة وهنا. صحة وهنا أستاذ. بيقولوها مرة اثنين خلص شكرا. صحة وهنا. عالبر خلص. اسلام. صحة وهنا. جاسات زراف. تازة. اسلام. إن شاء الله صحة وهنا. تفضلي. لو سهلة. صحة وهنا. صحة. صحة صحة. صحة وهنا. خليه خليه السهل. صحة وهنا. أهلا وسهلا. صحة وهنا صحة وهنا. إيه هي صحة وهنا؟ شو؟ إحنا فلاحين. أستاذي نحن زيادة ترحيب فيكم. يخلي لي إياك. يعني أهلا وسهلا فيك. أنت من الأخ من مصر ما هي؟ لا. لبناني. أنا فكر. أنا سمعت إنه. صباح الخير. صباح الخير. حبيت أرحب فيكم زيادة. يخليك. أهلا وسهلا. صحة وهنا أستاذ. ممنونة. أهلا وسهلا يا مرحبا. مع السلامة. ألف صحة. أنا هون موجود أي خدمة تقدر. يخليك. الله يخليك. روح. شو؟ الزبون هيك ألف صحة وهنا بتقول له؟ أعطانا مصاري. أعطاك مصاري؟ صحة وهنا يا عم تحل عني شو بدك فيي؟ شو بدك؟ صحة وهنا. أنا بدي أشيله شو بدك فيي؟ صحة وهنا أهلا وسهلا. يا عم روح ما بدي. خلص ما بدي الصحة ولا أنا تبعك هاي. الله معك. أهلا وسهلا فيك. شو في؟ عم نقول له الأستاذ صحة وهنا. صحة وهنا؟ مرحب فيه؟ يا عم حل عني شو بدك فيي؟ أستاذ صحة وهنا عم نقول لك إنه ما بدي شيل الهنا بتاعك ما بدي هلا. ضيافة المحل. ممنونك الله معك. خلص روح تفضل روح. تفضل تفضل. شكرا يا أستاذ. صحة وهنا. عالبك. ميرسي شكرا. صحة وهنا. عقلبك. شكرا. صحة وهنا أستاذ. على قلبك شكرا. ميرسي. هذول العنبات تازة أستاذ. يا عم حل عني شو بدك فيي؟ صحة وهنا. خذ بعناباتك بديش إياهم. أستاذ هذول ضيافة المحل. يا خيي أنا ممنونك ما بكيش أنا هون. بدك شيء؟ لا لا لازمك شيء؟ سلامتك أستاذ بس عم أقول لك صحة وهنا. طيب ممنونك خلاص خلصنا. وين مديرك يا عمي وينه؟ هتقول للمدير شو بدك فيي؟ صحة وهنا شوفي شوفي شوفي. يا عمي شوفي شو هيدا صحة وهنا صحة وهنا شو قصتك أنت؟ أستاذ ما عم نرحب فيك العكس. يا عمي بديش إياهم شيلهم. صحة وهنا صحة وهنا. يا عمي روح حل عني. بصير هيك طيب زبون هذا صحة وهنا صحة وهنا؟ كل شوي صحة وهنا صحة وهنا شو صحة وهنا؟ هو عم يقول لك كل شوي؟ كل شوي. شو قصته هيدا؟ معقول كل شوي تقول له صحة وهنا؟ شو جايين نقعد ولا صحة وهنا؟ تفضل استاذ تفضل. ممنوع تفضل لك هذيك استاذ. شو قصته هيدي يا عم؟ تفضل استاذ تفضل صحة وهنا. شكرا يا عم. كمان صحة وهنا شو قصتكم؟ أول مرة بشوف محل بصراحة شوف كذا. أهلا وسهلا صحة وهنا. لا تقول له صحة وهنا؟ خلاص يا عم حل عني. استاذ عم رحب فيك انت ليش يا عم بديش هالترحاب هيدا ما بديش اياه ليش كنت هيك جايين نشرب ارجيلي نشرب شيء نهدى اعصابنا شو كل شوي صحة وهنا عش بدي هاي صحة وهنا ابدي خلص بيقلعني هلا يا عم روح هات مدير شاب الشاي صحة وهنا اهلا وسهلا كب لك اياها الشيات ما بديش هالشيات صحة وهنا اهلا وسهلا يا الله يا عم اتركني بحالي يا صحة وهنا استاذ أيوة. يا عم حل بقى خلص روح يا اخي ما بصير استاذ بس عم يا عم ايش بدك معك الكاميرا خفيه استاذ شفتها وين هي صحة وهنا وين يا خفيه عم تمثلوا فينا ولا شو القصه انتم
لعند حبابك اهلا وسهلا طولت غيابك نصيبك جابك لعند حبابك اهلا وسهلا طولت غيابك كاميرا دايما بتحييك بقلك الله صح وانا تزعل رح من راضيك شو ما بتأمر احسابك كاميرا دايما بتحييك بنقلك الله يخليك لا تزعل رح من راضيك شو ما بتأمر حسابك نصيبك جابك لعند حبابك أهلا وسهلا طولت غيابك أسرت شوفي ما في عطت بالون في شوية مي لطفل وقالت له شارك معنا بالكاميرا الخفية تعالوا سوا نشوف هالموقف اللطيف بالله يا آنسة بالله ممكن تحميلي هالصبي شوي بس تعمل ببرونة ممكن تحميلي البنت شوي بس تعمل ببرونة يا أنت يا شب اللي معك الله يوفقك الله يخليك هاد بس إذا بتريد مشان حملك الشمس بس تعمل ببرونة الله يخليك شيء مو طبيعي بس شو هو اكيد شيء موقف للكاميرا الخفيه خلونا نتابع سوا عفوا بس معلم بس لحاسب بهدول اثنين لانه اخذت اغراض ونسيت هدول رجعت اخذهم دق لي هدول اللي عندك على الفيش دخيل عينا قديش؟ 7.5 اختبارات مبروك للفائز مبلغ 5000 دولار على الصندوق رقم 3 الذي فاز بجائزة الصندوق رقم مليون الي انا؟ الف مبروك ان شاء الله شكرا لك اعطيني الفيش اعطيني الفيش انا اللي قبله انا ابلغ شو انا ابلغ كيف انا من اغراضي هون انا ابلغ انا ابلغ شوي ما... واقف واقف اعطيني مين قبل الثاني أنا, انا اللي عم يدق اغراضي انا ابلغ انا مستعج اعطيني الفيش هدول الاغراض اللي اندقوا قبله اعطيني فات على الصندوق انت قبله يعني انا قبله ايه اعطيني البون انا هلا قبله يا خي روق شوي اعطيني البون اعطيني البون روق شوي اي بون انا قبله على الصندوق انا شفته استغراضي يا شباك انا شفته اجى قبله لا ما دقت لي استغراضي على الصندوق هو انت قبل حبيبي 20 دولار اعطيني اعطيني في دولار ولا في روق اعطيني فيش الله يرضى عليك اتفقوا بيناتكم اي لا اغراض ونصياتنا على الصندوق
انا قبل على راسي رواق شوي عفوا هلا قبل الدور هذا مين قبل مو انا دوري قبل انا اجيت من الصغراضي هون انا منين اجي من جديد من وراي انت انا اجيت من هون لا جيت من وراي ها معناها انا قبل لا خيي اعطيني اعطيني في شيء اذا بتريد اعطيني الصغراضي على الصندوق يا خيي حبيبي حاسبني انا بفوت بشوف الاداره اعطيني بس مشيني رواق شوي ندق الصغراضي على الصندوق هلا بلا صلبطه اعطيني بلكي هو الربحان اعطيني هلا الصغراضي على الصندوق رواق شوي حبيبنا اعطيني انا الفيش اخي اسمع لي الا اعطيني الفيش ومشيني الساعه 10 هو شوي يا اخي اعطيني الفيش انا اللي عندي اغراض بدي اخلص اغراضي على الصندوق هلا مين اول مو انا طب تسموها بيناتكم لا يا اخي ما في اسم لا في شيء انا بدي ما بسامحه بشيء اعطيني مشيني لا شو مشيني هذا الشيء بدي الي لك ما لك بعد هيك حبيبنا الي جائزه انا ربحان ما لك جائزه ولا لك شيء خلص انا ربحان ما لك شيء ما انت ربحان انا ربحان اعطيني الفيش بس مشان ايدك بلا فيش هلا بدك تصلبط اعطينا الفيش ما اتفق ولا شيء يا خي اعطيني الفيش حبيبنا الفيش تبعي اعطيني انا جيت قبله اعطيني الفيش روقه اعطيني الفيش تبع شيء انا ما دفعت لك قطع لي بون دفع كله ولا دفع لك بيطلع عندك رقم مليون زبون انا انا المليون بندق اغراضي قبلك انا قبلك حبيبي انا قبلك انت مالك شيء انت هلا هدول مو قبل هدول لك يا خي خلص روح من هون هلا اعطيني اياهم خلص مالك شيء انت هلا مين المليون انا 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 بندق اغراضي انا على الصندوق انا حبيبي انا حبيبي اعطيني 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 الفيش لحتى احمل حالي امشي اعطيني اعطيني طول بالك خلص انت دفعت شيء يا خي من دق الصراط اعطيني اعطيني البون اعطيني مشباك اعطيني البون خلص روح اعطيني البون اعطيني البون الثاني من جوا اعطيني البون الابيض مشان نفوت نقبض من الاداره شو تقبض ما تقبض خلص فل امزح معك معلش انا عفوا معي غرضين بدي لي اياهم مشان بدي امشي سريع يعني ايه معلش معه غرضين بس ها لانه اغراضك كثار بس دق لي اياهم اذا بدك في اخذت مبروك انا ربحت انا ربحت 5000 دولار رقم مليون دور بس كان لل رقم مليون انا طلعت رقم جائزه رقم مليون جائزه رقم مليون انا زبون رقم مليون بس اعطينا بون مشان انا قبلك انا قبلك انت نطيت عنه وجيت حسب بغرادك لا الي انا اخذت الدور انا رقم مليون هون اعطيني البون بس مشان حاسب اي دور ما لك حق انت تاخذ الجائزه انا من حق الجائزه صحيح كانت قبلك ونطيت انت ما لك اعطيني البون هلا روح اقبض من الاداره 5000 دولار يلا في ما بعرف انا بتتفق انت وياها بعدين بعطي البون هلا انا مو قبلي لا مش قبلي انت هلا اغراض مين قبل انت انا مش قبلي انا اللي قبلك انا جيت حطيت اغراضي وقلت لي بدي حاسب معي غرادين بدي حاسب مش مزبوط اي مزبوط اوكي مزبوط هلا اذا قال هو مزبوط يعني مزبوط هلا اغراض مين قبل لك مين بدي يحكم انا اللي قاعد هون انت ما خصك انت عم تكذب انا ما عم كذب اغراضي هدول كذب يعني اغراضي ما لك حق لا اعطيني البوم بخلي روح بعض المفروض الانسه اجت قبلك انت نطيت اخذت محلك هلا ما مشيت قبلك انا اخذت قبلك من هون مين فات اول مين اغراضي وحسابات قبلي انا هذا كرم اخلاق مني خليتك تمرق من خلص وكرم اخلاق منك اعطونا الجائزه اعطيني الجائزه اعطيني الجائزه انا ما بعرف انتوا اثنين وبعطي الجائزه شو العلاقه هلا الصندوق مو هيك بيمشي الدور شو بيمشي الدور بيمشي الدور بتنط على دوري بيمشي الدور هيك انا قبلك يا اختي ما لك حق انا قبلك اعطيني اعطيني حبيبي الله يرضى عليك لا توجعني راسي انا مالي علاقه اعطيني البون دق لي هذول ما دقيتهم اعطيني بس الفيش مين اجى قبل قلي مين اجى قبل انا او هو شو عم بتعديني العشرة انت كمان اعطيني البون معنا يلا خليني اذا بتريد اعطيني الفيش ما لك حق تحاسب بغراضك ولا شيء انا اغراضي قبل يا اختي اعطيني بس ما لك حق انا اغراضي هدول مدقوقين وهي رقم عفوا ما لك حق عفوا مزحنا معك شفتي الكاميرا خفية وينها شوفها هون كاميرا هون صرتك انت من مليون شوفها هون كاميرا هون صرتك انت من مليون روق شوي طول بالك شوف الكاميرا هون قبالك خلي بالك طويل لا تكون معانا بخيل عطينا من وقتك في شوي ضحكي بتداوي العليل وشوفها هون وينها كاميرا
هون من شايف اخترتك انت من مليون شوفها هون وين كاميرا هون ضيعتون با هون لا هون كاميرا هون إذا اجت سيرة إحدى زميلات قدامي بضطر اتدخل، خاصة إذا الموضوع بيتعلق بشي غالي ضاع منها. زياد دخل لمحل صايغ ولقى الفنانة فردوس عبد الحميد وأثار فضولة بذكر الفنانة أثار الحكيم. اتفضلوا لنشوف سوا. لا دي مش كتير. مرحبا، يعطيك العافية. حكى مع خالي مشان الموضوع. ايه هذا الخاتم بدنا نبيعه. لقيته هي في مطربة مدري شو اسمها، فنانة مصرية. صار الحكيم وقع منها، اخذته انا بنبيعه. وقع منها يعني؟ سألت من الفنانة آثار الحكيم، قلت لها وقع خاتم، قالت لي ما بدي اياه. ايه ها؟ لقيت خلاص خذه؟ ما قلت لها لك في خاتم، قام قال خذه. سألت من اصبعتها مع بنت صغيرة. معك رقمها؟ اسأل في الريسبشن. احكي لنا معها نشوف بركي. لا اسأل في الريسبشن انت. اسأل عن رقم الغرفة. عندها هيك خاتم هي؟ هي جاي عن مهرجان مو جاي عن مهرجان؟ اه. وانت كمان مشاركه بالمهرجان؟ ايوه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. شوف شو تمن لنا قديش حقه. لانه انا مالي شغل فيه يعني. أيوه. مسكي. شو اخر اعمالك؟ شو اخر اعمالك؟ ام كلثوم كوكب الشرق. عم تغني؟ لا. ام كلثوم؟ ما فيلم ام كلثوم. ماتت ام كلثوم؟ ايوه بس فيلم. شو دخل؟ عملنا فيلم. فيلم؟ فيلم عنها. عنها بغيابها. بغيابها، انا اللي عملته. طيب كيف تغني؟ بصوتها هي. بصوتها؟ يعني انت بس بتحركي شفايفها؟ ايوه. وفرقه موسيقيه وكل كل شيء؟ اه. وين عاملينه؟ هنا يوم الجمعة هيتعرض. هون اشتغل؟ قديش الفوتة؟ يوم الجمعة هيشتغل. قديش الفوتة يعني؟ الفوتة يعني يعني الدخول؟ ما اعرفش. انت لا تحكي لها لست اثار انه وقع منها خاتم. ليه؟ ما لا عيب. ها؟ اذا كان وقع منها ما انت تديه لها، مش بتاعها؟ لازم. هيك قالت لي، قالت لي لا مش ممكن تقول لك تاخذ. اعطينا حقه. بس نحن ما بنشتري. ها؟ ما بنشتري نحن. خذه مني احسن، يعني شو بدي اسوي فيه؟ هذا بتمن لك اياه بس ما بعرف. شفت لي قديش حقه؟ ما بتمن لك اياه بس يعني. صارت معك سلت منك ذهب شي مرة. بس لازم تقلها. ها؟ لا. هلا. 850. قد ايه؟ 850 بس؟ مو محرز. خذي اعطيها اياه، ما بدي اياه. يعطيها بس اعطينا ورقة. انت متأكد ان دي بتاع ايه 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 متأكد؟ متأكد ايه اكيد؟ انا متأكد بس اعطيني ورقة، ورقة وقلم بس اذا بتريد. ها؟ وهي قالت لك خذه؟ قلت لها في وقع منك هذا، قال خذه. والله بس اكتبي لي الاسم والتوقيع انك استلمتي مني خاتم. لا انا ما استلمش منك، انا مالي. هلا اخذتي. خذ يا حبيبي. انت اخذتي. طيب اعطينا حقه. انا مالي انا يا عم. مو زميلتي. ادينا حقه. واحده ده مش انت بتقول ده بتاع اثار الحكيم؟ بلا وقع منها. خلاص تديهولها. انت هتبيعه وتاخد حقه ليه وانت؟ انا شو بدي فيه بيعي؟ يعني انت اعطيها اياه واعطيني حقه مني. يا ست فردوس وقعيني، وقعيني انت. روح على وصل يا استاذ. انا ماليش علاقه بالحاجات دي. انا مالي استاذ ولا لي شيء. اكتبي لي بس ورقه فيه. اكتب لكش وانا اخذت منك حاجه. هم مش فاكر بتاعك معايا. بس وقعيني على الاستلام. لا ما وقعتش. لا انا بعطيكي خاتم. مش عايزاه. طب وقعيني على المبلغ. انا مالي. لا يعني ما بتقدر نرشلون. طيب اعطيني حقه منك. الله ايه في ايه؟ طيب نص حقه يا ست فردوس. نص حقه كده. عيب عيب من فضلك. انا شو دخلني؟
روح ما اعطيها اياها يعني. يعني روح للريسبشن اسال على اثار هي طلعت تحضر فيلم. خلاص معلش بعد ما تيجي بقى او سيبه لها. طيب انت يا موسى اعطينا حقه. ما بشتري انا اخي ما بشتري. بدك روح سايق ثاني سياق ثاني فتحي. ما بشتري. قلت انا انه هون انت لك علاقه بالمهرجان. انا ما لي علاقه بالمهرجان صاير انا شو خدي انت اعطيها اعطيها يا معلم. حبيبي ماليش دعوه انا ما بدي شيء بس اعطيها. انا مش عايزاه. اعطيها الخاتم. ماليش علاقه انا ما. لك بس انا ما عاد بدي شيء امسكي. لا, لا لا ما بدي مصاري امسكي. خلص خدي مو اول شيء. ماليش دعوه. مو اول شيء كنتي موافقه. لا ماليش مو اخذتي. انا مالي بالموضوع يا استاذ. شو بدنا خدني بالقصه زهق ملاقيه هون بالاوتيل. وين هلا مو انت اخذتي اول شيء؟ انا ما اخذت. اعطيتيه بالشنطه. دحيه لبستي تهمه. طب مو اخذتي مني ورجعتي لي اياها؟ خذي لي اياها ما بدي اياها. خلص انا ما بدي اياها. طيب وقعينا بس وقعيني انه استلمتي ست فردوس. اذا بتعطيني يا ست فردوس 500 ليره اعطيني حقك. من فضلك من فضلك 500 ليره بس. من فضلك انا ماليش علاقه طيب بالموضوع. شفت الكاميرا الخفيه؟ لو سمحت شفت الكاميرا الخفيه. باي باي حبيبي. الفنانين دايما حلوين. الفنانين علينا دليل. الفنانين حلوين حلوين. والفنانين علينا غاليين. ممثلين ممثلات ومطربين ومطربات كلهم حلوين دايما حلوين لكن معانا كتير عفويين. كلهم حلوين دايما حلوين لكن معانا كتير عفويين. الفنانين هاد كان كل شي لليوم. بس منوعدكم بفقرات أحلى إن شاء الله بالحلقات الجاية. إلى اللقاء. قفشات ضاحكة عفوية متكتكة. قفشات ضاحكة عفوية متكتكة. والأحلى ردت فعلك عصبية رومانتية.